جهنم الكتاب المقدس. جهنم كمكان للعقاب في الآخرة تقريبا غائب عن العهد القديم تماما حتى القرن الثالث قبل الميلاد، بالرغم من أن الديانة العبرانية بين كل ديانات الشرق الأوسط القديمة كانت لفترة طويلة الأكثر مادية، إلا أنه يبدو أن كل شيء كان بينتهي عند الموت في المعتقد العبراني، بحيث تذهب النفوس إلى الشيول. الشيول الكلمة العبرانية اللي بتشير لمكان مظلم تذهب إليه الأنفس الطيبة والشريرة بغض النظر عن اختياراتها في الحياة، فهي مكان صمت مطبق وظلام وانعزال تام عن الله والدنيا في أسافل الأرض. الفرق بينه وبين العدم زهيد جدا، فيه بترقد الأنفس فاقدة الحركة الإحساس والوعي، لا أمل لها بالقيامة مرة تانية. فالله بيعاقب الأشرار على الأرض بوسائله زي الاحتلال الأجنبي، الأمراض، الكوارث والمجاعات في صورة جماعية. وبداية من عصر الأنبياء في القرن الثامن قبل الميلاد تحول العقاب لصورة فردية، لكنه ظل أرضي. الخطوط الأولى لفكرة جهنم والعقاب بعد الموت متأخرة جدا، من الممكن رصد أحد أوائل صورها في العهد القديم اللي احتوى على عدة صور من يوم الحساب. أحد الصور الصادمة في النص اليهودي في إشعياء عايزيا: ثم يمضون لمشاهدة جثث الرجال الذين تمردوا عليها، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تخمد، ويكونون مثار اشمئزاز جميع الناس. أو في مرقس مارك المسيح بيأكد الصورة دي بوصف الجحيم: وإن كانت رجلك فخا لك فاقطعها، أفضل لك أن تدخل الحياة ورجلك مقطوعة من أن تكون لك رجلان وتطرح في جهنم في النار التي لا تطفأ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفأ. في إنجيل متى ماثيو بيستدعي صورة أخرى بتشير إلى أن جهنم ظلام خارج الجنة: فيطرحون في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. وفي ختام العهد الجديد في رؤى يوحنا بيصف نهاية الشيطان وكل من لم يكتب اسمه في كتاب الحياة: وطرح الموت وهاوية الموت في بحيرة النار الذي هو الموت الثاني، وكل من لم يوجد اسمه مكتوبا في سجل الحياة طرح في بحيرة النار. وأصبحت النار كأداة تطهير متكررة الذكر في الكتاب المقدس، من الممكن عدها لأكثر من 200 مرة. وبدأ مع عصر الأنبياء دخول فكرة المسؤولية الشخصية للنصوص المقدسة وتحمل كل فرد لأوزاره. الدارسين اعتقدوا ان تطور المفهوم ده راجع للاحتلال الفارسي والاحتكاك بالديانة الزردشتية وعقيدتها الأخروية، لكن على اي حال يبدو ان الجماعة اليهودية في بدايتها شاركت تصور العالم القديم عن جهنم اللي من الممكن تلخيصه في الجملة الأبيقورية المشهورة: لم اكن موجودا ثم ولدت ثم عشت ثم لم اعد موجودا، وهذا كل شيء، وإذا ادعى أحد عكس ذلك فهو كاذب. ويبدو أن المحن التاريخية اللي مر بيها الشعب الإسرائيلي وانتصار أعدائهم وشتاتهم في الأرض كان لها أثر كبير في ترسيخ فكرة أن الله يؤجل زمن الثواب والعقاب لنهاية العالم. تدريجيا في القرن الثاني بدأ تطور فكرة شيول لتصبح منازل منفصلة للصالحين والأشرار في انتظار الآخرة، وبعدها بيذهب الأخيار لجنة عدن والهالكون لجهنم. واستفاضت التفسيرات في وصف جهنم بمكان من 7 مستويات بتسيطر النار عليها جميعا، كلما عظم الإثم انحدرت النفس في الدرك الأسفل، واعتبرت النار مكان تطهيري مؤقت بعده تنتقل النفس إلى جنة عدن باستثناء الكفار بيهوى إله إسرائيل. واعتبرت الجماعات المسيحية وقتها ضمن المجموعة دي. بالانتقال للمرحلة المسيحية وظهور نصوص العهد الجديد، الأمر الملفت هو ندرة جهنم في بدايات النصوص. رسائل بولس اللي حررت تقريبا ما بين سنة 50 و63 ميلادية، كلمة الجحيم ما بتظهرش تقريبا إلا مرة واحدة بمعنى العالم السفلي في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي. نفس الصمت عن فكرة جهنم حنلاقيه في رسالة بطرس الأولى المؤرخة سنة 64 ميلادية، واللي أسهب فيها عن العالم الثاني أو الآخرة.